هذا واختتمت قمة التعاون الصيني الإفريقي ببيان تضمن عدة نقاط أبرزها التشديد على احترام السيادة الترابية للدول المشاركة في المنتدى. المزيد حول هذا البيان ختامي للقمة مع مفدتنا إلى بكين أميمة سبيلة. انتهت إذن أشغال قمة التعاون الصيني الإفريقي، هذه القمة التي عززت مكانة المغرب كرائد قاري لا محيد عنه، يضع التنمية وازدهار أفريقيا في صلب عمله الدبلوماسي. ومكنت أشغال القمة المشاركين من تسليط الضوء على أهمية هذا المنتدى، لا سيما في مجالات ذات الأولوية بالنسبة لأفريقيا، ومن بين هذه المجالات التصنيع والتحديث الفلاحي والحكامة والبنيات التحتية والسلام والأمن. وتم إبراز هذه الأولويات في الوثيقتين الرئيسيتين اللتين تم اعتمادهما بالإجماع في هذه القمة، وهما إعلان بكين ومخطط العمل للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027، وهو خطوة رئيسية في تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية. من خلال إعلان ومخطط عمل بكين تم تكريس المبادئ الأساسية المتمثلة في احترام والحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية وسيادة الدول الإفريقية في عدة فقرات من هذا الإعلان، وذلك بالإعلان من اقتراح من المغرب. كما أشاد أيضا بالتنظيم المتميز للمغرب لمؤتمر الأطراف مؤتمر كوب 22 في 2016، واعتماد إعلان مراكش في ختام قمة العمل الإفريقية الأولى. من جهة أخرى، أشار مخطط عمل بكين بشكل خاص إلى مكتب الرباط لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا باعتباره مؤشرا قويا على التزام المملكة بالتعاون مع البلدان الإفريقية في هذا المجال. ثم إن المغرب انخرط بقوة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي منذ تأسيسه، يعني قبل 24 سنة تمكن بفضل علاقاته المتميزة مع الصين والدول الإفريقية من الاطلاع بهذا الدور الريادي أو بدور ريادي في تطور المنتدى.